وسلاحي حفظ القرآن، سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان. في المسجد صلى وتعلم، وسلاحي حفظ القرآن. كبر نادى بسم الله، إسلام التقوى مغلى، بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحي حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحي حفظ القرآن. بسم الله، إسلام التقوى مغلى، بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ أتقن معاني التجويد، رتل قرآن التوحيد، من تفسيره كان يزيد، ما أجمل ذكر الرحمن. من تفسيره كان يزيد، ما أجمل ذكر الرحمن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. كبر وكبرت فيه النخوة، نخوة خالد وقت الشدة، بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان. بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان. من طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. في سبيل الله الجبار عقد العزم والإصرار، جيل التحرير والمصرى والزينة تاج الوقار. جيل التحرير والمصرى والزينة تاج الوقار. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. والسنة سنة نبينا،
حفظوه شيوخ الأحسان، حفظوه شيوخ الأحسان، حفظوه شيوخ الأحسان. وطوى غراءات من التبيان، حبل متين مد من رب السماء، فسما إلى العلياء بالإنسان، وللقلوب ربيعها وجناها، وملاذها من قسوة الأحزان، وهو الغنى والنور الذكر الذي يسقي القلوب حلاوة شافع ومشفع لمن اصطفى، رب الورى من حامل القرآن، الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني، قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان، هم خير أمتنا وأشراف المنى، وهم الحماة وعدة الأوطان، رتل بصورة الطرف في القرآن، وقرأ قراءات من التبيان، فسما إلى العلياء بالإنسان، وللقلوب ربيعها وجناها، وملاذها من قسوة الأحزان، وهو الغنى والنور الذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. الحمد لله.